وهنا اقدر افهم ايه من الايه، ان الايه لها وجهين. قبل البلاء يعني يا جماعه، قبل ما يسقط بلاء على حد كتر من العمل الصالح، يكون عمل صالح بينك وبين ربنا كده، او اذا وقع البلاء اجتهد في العمل الصالح علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا البلاء. واذا كان ربنا عز وجل في القران قال في شان يونس: فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة أواهم المبيت إلى غار، وقعت صخرة فصدت عليهم الغار. مش لازم تقول لي أنا أروح في غار فين وهيتسد على غار. هو الغار ده يعني حقيقة وقع في الحقيقة زي ما النبي قال، وهو في نفس الوقت رمز. رمز الإيه؟ رمز البلاء. أنت وقعت فيه وكل الأبواب اللي ممكن تكون مفتوحة علشان تطلع من البلاء ده اتسدت في وشك. ممكن تكون في محنة وبلاء خطير جدا وكل أبواب أغلقت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا وعلمنا إن في كتير من الأوقات الأعمال الصالحة يرفع الله عز وجل بها هذا البلاء. فقال لنا إن واحد منهم كان بينه وبين ربنا عمل صالح اسمه العفة عن الحرام: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها ألمت بها سنة فجاءتني ذات يوم تطلب مال فراودتها عن نفسها حتى إذا كنت منها كما يكون رجل من أهله، قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقي. قال: فتركتها، سبتها لله. فده بينه وبين ربنا عز وجل. والتاني اللي حفظ مال الأجير، والتالت اللي كان بر بوالدي. كل واحد منهم كان عنده عمل صالح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. العمل الصالح ده كان سبب ان ربنا سبحانه وتعالى لما وقع البلاء رفع عنه البلاء. كل واحد منهم يقول: يا رب انا لي عمل صالح تنفرج الصخرة، يا رب انا لي عمل صالح تنفرج الصخرة، يا رب انا لي عمل صالح تنفرج الصخرة. خرجوا سالمين. انت كده وانت يا بنتي كده. طول ما انتوا بتجتهدوا في اعمالكم الصالحه اللي بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى اصلا البلاء لن ينزل، واذا نزل يكون العمل الصالح ده سبب لرفع البلاء. يا جماعه بصوا على كل البلاءات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، هتلاقوا النبي كان دايما بيقرنها دايما بالعمل الصالح، وقد ايه العمل الصالح ده بيكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك من هذا البلاء. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، في الحديث الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقه. واحد نزل عليه بلاء اسمه المرض، واحد نزل عليه بلاء اسمه المرض، بلاء شديد، المرض بياكل في جسمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال البلاء ده ترفعه بايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول افزعوا الى الصدقات، افزعوا الى الصدقات.